شكرا يقول الرئيس. والآن أدعو حكومة المغرب صاحب السعادة السيد عزيز أكنوش رئيس حكومة المغرب. والتي تشكل مناسبة لنشيد بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها منظمة الصحة العالمية وعلى رأسها مديرها العام معالي الدكتور تيدروس غيبريسوس، وخاصة خلال جائحة كوفيد 19 التي فرضت علينا التوجه نحو ابتكار سياسات عمومية ناجعة في المجال الصحي بهدف تقوية أنظمتنا الصحية. من هذا المنطلق وجبت الإشارة إلى أن المملكة المغربية وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عملت على إرساء سياسة عمومية ناجعة تستجيب لمتطلبات المواطنين عبر مسار إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الجائحة ويذهب في اتجاه إرساء منظومة للتصنيع تضمن توفير المخزون الاستراتيجي في المجال الصحي عبر توفير اللقاحات للمواطنين المغاربة والدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون جنوب جنوب. كما عملت بلادنا على وضع القطاع الصحي من بين أولويات السياسة الحكومية والانكباب على تنزيل إصلاح جذري يهم المنظومة الصحية ليواكب الوش الكبير الذي فتحته بلادنا المتمثل في تعميم التغطية الصحية على جميع مغاربة، وهو ما نجحنا في تحقيقه تحت القيادة السامية لصاحب جلالة منذ شهر ديسمبر 2022، مما شكل ثورة اجتماعية كبرى في المملكة المغربية. ولإنجاح هذا الورش قمنا في الحكومة ببلورة مخطط يقوم الرفع من عدد مهني الصحة من 17.4 لكل 10,000 نسمة المسجل حاليا إلى 24 بحلول العام 2025، ثم إلى 45 في أفق 2030، وذلك من أجل الوصول إلى المستويات الموصى بها من طرف منظمتكم. كما قمنا بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وتحسين أجور الأطباء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، وشرعنا في رقمنة القطاع وهي شروط نعتبرها لازمة لضمان التنزيل السليم لورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة. وفي الختام لا يفوتني سوى أن أنوه مجددا بجهود منظمة الصحة العالمية وبتضحيات جميع مهني الصحة عبر كل أرجاء العالم من أجل ضمان صحة للمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.